تحرص مملكة البحرين على تقديم وتوفير أفضل العلاجات للمواطنين والمقيمين خصوصا في ظل جائحة كورونا التي عاصفت بالعالم بهدف خفض عدد الحالات القائمة للفيروس وحماية المجتمع من تداعياته. استمرارا لنهجها القويم، أبدت مملكة البحرين منذ بداية الجائحة استعداداتها على متابعة التطورات والبروتوكولات العلاجية لفيروس كوفيد-19، ووفرت كل ما يلزم من لقاحات وأدوية لعلاج الحالات القائمة للفيروس وحمايتهم من خطر تداعيات المرض الذي قد يؤدي إلى الوفاة. إن صحة المواطنين والمقيمين هي أولوية في مملكة البحرين، وهذا جدا احنا لما نشوف الحالات تقل والحالات اللي تدخل العناية المركزة تقل والوفيات اللي تقل، لأن طبعا احنا يحزننا أي شخص ممكن يتعرض لهذا المرض أو يدخل العناية المركزة أو لا سمح الله أنه يكون تسبب له في الوفاة. وفي مطلع يونيو صرحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين على استخدام دواء ستروفيماب لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا، والذي يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة لعلاج الحالات من البالغين والمراهقين ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. هذا هو الاسم العلمي لأحادية النسيلة، طبعا باللغة الإنجليزية اللي هو المونوكلونال، اللي هي نفسها هذه الأجسام نوعية نفس اللي تظهر عندنا في الجسم في الاستجابة طبعا لأي فيروس، أي فيروس ممكن يصيدنا في الجسم تطلع أجسام مضادة، فهذه هي نوع معين هي تم تصنيعها خارج جسم الإنسان لتقوم مقام وتساعد جهاز المناعة. هذا الدواء بالذات طبعا النتائج العلمية الأولية أثبتت أنه راح يقلل من يعني فرصة أي شخص مصاب بنسبة 85% أن تتطور حالته أو أن حتى يوصل للعناية المركزة. ولم يمضي شهر على اعتماد دواء ستروفيماب إلا وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في منتصف شهر يونيو على موافقتها لاستخدام دواء ريجنكوف 2 بعد تحليلها لجوانب الجودة والسلامة والفعالية. يشتغل بهذا الدواء الثاني اللي هو ريجنكوف 2، هذا نفس الشيء بنفس الطريقة الأولية اللي هو أحادية النسيلة المونوكلونال، بس هذا الثاني هو في نوعين مع بعض، يعني مو دواء واحد، نوعين مع بعض حطوهم مع بعض، طبعا هو لزيادة فعاليته وفي نقطة مهمة اللي هي انه ممكن يتغلب على حتى الفيروسات المتحورة، فده لما تحط هم يتوقع انه كان الاساس العلمي انه تحط اثنين على اساس انه لو في فيروس متحور ممكن حتى ان هذا يعالجه. المنظومة الصحية في مملكة البحرين التي تقدم وفق اعلى المعايير الدولية وارقاها تلقى إشادات دولية مستمرة لما تقدمه من جهود لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها، بل وصلت الرعاية والاهتمام بصحة المواطنين خارج حدود المملكة بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى واستجابة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.